السلام عليكم. اليوم شي وقت ديال الفيسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم واحد الكيكه مزيونه يعني يوميه ديال خفيفه. غادي نحتاجو جوج بيضات، كلشي غادي نديرو في دقه وغادي تشوفوا النتيجه. غادي ناخذ حك ديال دانون، هذاك الحك ديال دانون غادي نعبر به الزيت، السكر سنيده بعدا نعبره هو الاول. من بعد غادي نضيف الزيت، غادي نضيف الزيت، غادي نهبط هادشي كامل لان السكر كيكون لاصق. هنا غادي ندير خنيشه ديال الفاني، غادي نضرب هادشي كامل، غادي ندير معاها واحد المعلقه ديال مربى المشمش. غادي ناخذ الخمارة ديال الحلوى وغادي ناخذ الدقيق اللي غادي ندير منه حتى هو جوج كيسان ونص من هذا الدقيق. من بنفس الكاس كناخذ كلشي، هذا الكاس الاول، وعلى حسب البيض كي كيكون كبير ولا صغير. هذا الثاني وهذا جوج كيسان ونص. وغادي نضيف الخميره الكيماويه اللي غادي تكون فئه 15 غرام ولا جوج خميرات حمر بالنسبه لنا في المغرب. وغادي نضيف واحد القبيصه ديال الملح ما درتهاش في الاول ضروري. صافي، هنايا يعني من بعد ما الخليط ديالي وجدتو غادي ناخذ المول. اختاريت هذا المول، هذا المول درت له الكريمه ديالو اللي هو يعني هاد السيليكونات ما تيكونوا بعض المرات تيلصقوا. درت الدقيق والزيت وغادي نخويه هنا. وهادي ندهنو مزيان باش ما يلصقليش. ملي كنديرو الدقيق بوحدو هكذاك تيبقى كيجي الكيك دائما ديالنا بيض. هكا غادي ندهنو انا مزيان. صافي، غادي ناخد هاد الخليط وغادي نهز الزيت ديال الفوق وغادي نخوي هنا.
حنا غادي ناخذ هذا المول هذا غنكحزو شويه. غادي ندير هنايا بودره الكاكاو شويه ما تغلقوش دائما الخليط ما تخصوش يكون مغلوق بزاف لان فاش كيتغلق بزاف كتجي ملي كيطيب كيولي كحل. ديرو غير شويه ديرو غير في الوسط هنايا غادي نقبط واحد العويد وغادي نحاول انني ندورو على هاد الشكل هكا. صافي وندخلوه للفران على درجة الحرارة 180 حتى غادي طيب لينا ان شاء الله وما تكونش مجهده. بالنسبه للسيليكون حاولوا طيحوا له الحراره ديالو ديروا له غير 170 غتبع على خاطرها. داك الساعات غادي نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما غادي طيب لينا. صافي هنا الكيكه ديالنا ها هي دي من بعد ما خرجتها من الفران. يلا دفات شي شويه باش قدرت نهزها. غادي نخليها تبرد مزيان مزيان باش تطلق من داك السيليكون اللي درناه فيها. ديك الساعات نقلبها باش تشوفوا المنظر ديالها ونشوفوا باش غادي نزينوا هذيك الساعات واش نخليوها عاديه ولا غادي نزينوها بشي حاجه. المهم هكذا كتجي رطبت على تقريبا واحد 35 دقيقه حتى لنص ساعه لان هذه اللي كتكون ديال جوج بيضات هانتوما شفتوه هشيشه كطيب دغيا دغيا. صافي صافي من بعد ما قلبتها وبردات صافي درت لها يعني هي بالكميه ماشي كبيره يعني صغيره ماشي بزاف تقدروا تضبلوا المقادير اينما كاس ديال دانون تقدروا ديروا غير واحد. بالنسبه لهاد الكيك هادي داك المول كنصح به بزاف الناس انهم كيكونوا زوينين بزاف ما تيعطوش ماشي شي منر زوين بزاف. عليها خليت انني اضطريت انني ندير لها الشكلاط ودرت عليها شي شويه ديال كونكاسي ديال اللوز اولا كاوكاو اولا الكوك ولا اللي بغيتو ولا تخليوها عاديه. المهم كنتمنى ان لا فيديو يعجبكم ان شاء الله وتجربوها وراه كتجي واعره. وانا غادي نقطع لكم ان شاء الله على ما يقبط لي فيها الشكلاط راه مازال عاد درت لها ويبرد ليا شي شويه يقبط وغادي نقطع لكم ان شاء الله. هانتوما من الظهر كي كتجي. المهم كنتمنى ان لا فيديو يعجبكم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.